بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير على الجميع. إن شاء الله اليوم أنا راح أتكلم عن الديرماتولوجي سبيشاليست. طبعا في بعض السلايدات اللي أنا بسيطة بتكلم فيها كبداية تعطينا فكرة عن التخصص، وراح أذكر بعض الأمور اللي كانت أنا بالنسبة لي أثناء فترة الإنترن مبهمة، وخلال سنوات ممارستي للريزيدنسي وضحت معايا أكثر. بعد كذا راح يعني أترك وقت الأكبر طبعاً لأي استفسارات أو أي أسئلة من ناحية الـ يعني الانترن أو لأي أحد يبغى عنده لو ياخذ فكرة عن التخصص. وكمان لما أنتقل من نقطة لنقطة، إذا أي أحد يعني حاب إنه يوقفني ويسألني عن نقطة معينة أو يستفسر أكثر، قالت يعني عادي، أنا ما عندي أي مشكلة. بسم الله الرحمن الرحيم. كبداية أول حاجة لازم نعرف إيش معناه what's the dermatology and who is our dermatologist. ال derma it's a branch of medicine concerned with the diagnosis, treatment and prevention of the disease of the skin, hair, nail, oral cavity and genitalia. Sometimes also cosmetic care and enhancements. But زي ما شفنا وزي ما قلنا في التعريف إنها not only skin, it's hair, it's nail, it's mucous membrane. Also, it's not only cosmetic, يعني شيء تجميلي، لا بالعكس. We have أمراض، عندنا أمراض معدية، أمراض مناعية، أيضا أورام، يعني can affect the skin أو the hair أو the nail. And يعني مو زي ما الكل يعني في باله إن الديرما it's only cosmetic، شيء تجميلي، لا. طيب، who is the dermatologist? Is a doctor who specialized in offering medical and surgical care of the skin, hair, nail, and mucous membrane, and diagnosing and treating skin disease that are infectious, immunological, degenerative, neoplastic, and sexually transmitted to the patient of all age. نفس الشيء قلنا إن طبيب أو اللي يتخصص كديرماتولوجيست إنه يتعامل مع not only the skin, the hair, the nail, the mucous membrane, not بشكل تجميلي فقط، لا يتعامل معها ك disease, ك infectious, ك immunological disease, ك neoplasm, and also sexually transmitted disease. كمان يعني مهم نعرفه في التخصص الجلدية إن إحنا نتعامل مع جميع الأعمار، يعني إحنا نشوف بيدياتريك بيشنتس، نشوف إلدري، نشوف يونغ، نشوف فيميل، نشوف ميل، يعني نات يعني ما نركز يعني مثل الجايني إن أونلي فيميل بيشنت، لا إحنا we deal with the all age and both sex. Sorry. طيب الآن نبغى نعرف also لازم نعرف انه الديرما وي نوت ديل اونلي، يعني هو احنا قلنا اي معك العرض قفل، ما ادري اذا انت قفلتي من عندك هو لا مش باقي موجود. لا اوكي ثواني. رجع واضح معاكم؟ ايوه تمام. أيضا لازم نعرف إحنا we say إن ال dermatology is a branch of the medicine but هذا ما يعني إن there is a simple surgical intervention مثل ال subsession اللي نسويها في الأكني، مثل ال simple biopsy اللي ناخدها سواء كانت bunch shaving biopsy يعني etc. يعني بس إحنا we have some surgical intervention بس إنها أشياء بسيطة يعني بس mainly هو medical. طيب وش الأشياء اللي ممكن كمان تهمنا في الديرما يعني لما نفكر فيه؟ أيضا اللي هو ديرماتولوجي ريزيدنسي ان سعودي أرابيا، وش المناطق اللي تتوفر فيها برنامج الجلدية؟ طبعا المناطق اللي تتوفر فيها برنامج الجلدية بالعادة هي المناطق الأساسية زي الرياض، الشرقية، وجدة، لكن من حسن الحظ عندنا إنه أيضا في عسير عندنا برنامج وهو برنامج مشترك ما بين طبعا انتم يمكن عندكم فكره انه صار في يعني توقف يعني مؤقت في برنامج الجلديه في العسير هوسبيتال، بس الحمد لله رجع، ولذلك عندنا
يعني في المنطقة تقريبا عندنا المستشفى القوات المسلحة بالمنطقة الجنوبية ومستشفى عسير، فيه اللي هو برنامج الجلدية usually تكون joint program، يعني هو برنامج واحد تنقم فيه قبول الريزيدنت يعني بشكل منفصل في كلا السنترين، ولكن أثناء سنوات الريزيدنسي تكون يعني الروتيشن مشتركة ما بين السنترين. طبعا بالنسبة للمناطق الثانية كرياض كجدة كالشرقية أيضا يعني هما تقريبا joint program، يعني توفر برنامج الجلدية في أكثر من سنتر عندهم، وتكون الروتيشنات يعني يعني تمر بأكثر من مستشفى أكثر من سنتر، نط يعني إنه أنت موجود في سنتر واحد، وهذا من الأشياء اللي تميز الجلدية لأنه يكون يعني الإكسبوز للكلينيك أكثر، الاحتكاك بالكونسلتنت أكثر، تشوف حالات أكثر. أيضا خلال السنة هذه الحمد لله صار فيه عندنا برنامج جلدية في منطقة جيزان في مستشفى الملك فهد، هو مبدئيا جوينت بروجرام مع برنامج مستشفى القوات المسلحة في الخميس، بس يمكن في السنوات القادمة يصير منفصل ومستقل بنفسه، يعني يعتمد على بعض يعني بعض الكرايتيريا يعني الهيئة التخصصات السعودية تعتمدها في إن البرنامج الشيء منفصل يعني، بس هذا الشيء يعني إحنا مو كثير ضايقنا، بالعكس يعني أنا أشوف إنه الواحد لو نزل خلال سنوات الريزيدنسي جيزان ويعني وأخذ روتيشن هناك بيشوف حالات كثيرة يعني بتفيده وحالات كويسة يعني، ويحتك باستشاريين كويسين وحديثين تخرج من البرنامج. طيب نبغى نعرف أيضا الديرماتولوجي ريزيدنسي الديوريشن أوف ذا بروجرام تبعنا عندنا في المملكة العربية السعودية، طبعا هي عبارة عن بروجرام من 4 years in the duration. يمكن هذه النقطة تغفل عن الجميع تقريبا، أنا أعتقد يعني إن أول سنة من السنوات الريزيدنسي في الجلدية تكون منفصلة عن الديرما، تكون بيورلي ميديسن وبيديا اند الليكتف. طبعا هذا الشيء من الأشياء اللي أنا أشوفه يعتبر ميزة وعيب في نفس الوقت. عيب إنه أحيانا يعني طبيب في هذه السنوات يعني يكون شوية يخرج عن جو الجلدية حيث إنه يكون فقط ميديسن وبيديا، ولكن كان ديل مع هذه المشكلة إنه خلال شهور الإلكتف أحيانا تكون ما بين شهرين إلى 3 شهور حسب الـ RTP اللي يعني تتفق أنت معاه وتنظم الموضوع، يمكن إنك تأخذها الإلكتف في الديرما ويعني إكسبوز نفسك إنك تشوف حالات، إنك تتعرف على أكثر على الجلدية، على الكلينيك، على تدخل وتشارك زملائك في أجواء الأكاديميك أكتيفيتي وهذه الأشياء. فأنا أعتقد أنها عيب، ولكن ممكن أنه يقدر اللي حاب أنه يعني تخصص جلدية أنه يقلبها الميزة أكثر، بحيث أنه يعني الجلدية طبعاً إحنا قلنا يعني ميديسن برانش، فإحنا ما نقدر نفصلها عن السيرجري والبيديا، وكمان زي ما نعرف أن a lot of many cutaneous disorder associated with the systemic disease مثل connective tissue disease في الروماتولوجي، also عندي في الاندكراين disease a lot of them يعني there is cutaneous manifestation، فإحنا ممكن أن نحتك بهذه التخصصات وبنفس الوقت خلال سنوات يعني خلال هذه السنة أنه خلال في الالكتف month ممكن إن we choose يعني الديرما كالكتف واكسبوز أس تو يعني نشوف حالات، نتعرف على الجلدية أكثر ونشارك زملائنا في الاكتيفيتي حقت البرنامج. طيب إحنا قلنا اكتيفيتي حقت البرنامج، طبعا بالنسبة للاكتيفيتي أو إن اللي نمر فيها خلال سنوات الريزيدنسي في الجلدية not that much يعني مختلفة عن بقية التخصصات، ولكن في بعض الاختلافات تعتمد على الحاجة كل تخصص عن تخصص. فعندنا teaching activity في الجلدية طبعا هي أهم حاجة ممكن إن الواحد خلال سنوات الريزيدنسي يركز فيها، لذلك عندنا الديلي مورنينج. هذا الديلي مورنينج في ديسكس اللي موست اوف اور يعني الكيسز اللي بريزنت معنا في الانكول، اللي ممكن الرير كيسز اللي ممكن نشوفها في الكلينيك يوجوالي يعني ديسكس في هذا المورنينج ميتينج.
و يعني we would discuss the criteria of disease, the management, يعني ناخذها يعني as a clinical. يعني ويمكن كمان يعني كبيزك ساينس ديسكس ف اتس فيري امبورتنت تو اس. بالنسبه للجورنال كلب ميتنج هو يوجوالي في اغلب البرامج تكون مونثلي, بس يمكن احنا عندنا بعسير تقريبا توايس مونثلي, وهي في خلال هذا الجورنال نستعرض احدث الارتكل اللي نزلت يعني في الجاد وفي مواقع كثيره اللي هي تناقش النيو موديليتي النيو تريتمنت اللي صارت ابروفد واف دي ابروف في علاج الكومن ديس اوردر في الديزيز يعني في الديرماتولوجي ديزيز ويمكن حتى في الرير ديزيز. Also we have a weekly book review وهذا كمان يدخل حتى في تقييم وفي انتقال الريزيدنت من R الى R. فيعني we need weekly انه يورك يعني نتسجل every clinic you حضرتها إيش الحالات اللي شفتها كمان if you do any surgical intervention if you see يعني any rare case إذا حضرت أي pathology session you need يعني تحتاج إنك تسجل هذه الأشياء يعني و يعني زي ما قلت أنا تدخل كمان في تقييم الريزيدنت وانتقاله من R إلى R. طيب also اللي عندي الويكلي مورفولوجي سيشن تقريبا كل ويك يكون في مورفولوجي يوجوالي بريزنت باي احد الاستشاريين يعرض سم الحالات اللي هو طبعا شافها خلال الكلينيك حقته او انعرضت عليه من زملاء اخرين ويناقش فيها المانجمنت الابديتد اباوت المانجمنت هاو يو ريتش تو دايجنوزز الابروتش. ف ايضا عندنا الويكلي ديرماتوباثولوجي طبعا احنا عندنا في الديرما a lot of the disease من الكرايتيريا حقتها ان نوصل للدياجنوزيس وي نيد اللي هو الباثولوجي. فاحنا مره يعني عندنا الديرماتوباثولوجي اللي هي مهم جدا في يعني انه الواحد يتعلمه خلال سنوات الريزبنسي مو كفولوشيب او كسب سبيشاليتي, لا هو شيء اساسي. ايضا عندنا الفارماكولوجي ريفيو تقريبا عندنا يعني توايس مونثلي او احيانا ويكلي عندنا فارماكولوجي ريفيو سواء ابديتد او ان نعرض فارما ونناقش التريتمنت ميكانيزم اوف اكشن حقت الدراجز اند اول ذات. ايضا في حاجه اسمها بيسك ساينس يوجوالي احنا عندنا في الديرما اول 6 او 3 مانث تعتمد طبعا قلنا من برنامج او برنامج من منطقه الى منطقه يكون عندي تقديم لمحاضرات البيزك يعني لانه زي ما انتم عارفين الديرما خلال سنوات الجامعه تقريبا وي يعني not know nothing الصراحة يعني ما في أي شيء يعني إحنا لما نبدأ من الجلدية نبدأ من الزيرو يعني في basic science كثيرة إحنا تجهلنا وهذا ال basic science يعني وإحنا لازم نبني أنفسنا فيها قبل ما نبدأ نشوف clinical قبل ما نبدأ نفهم the pathology of the disease قبل ما we can يعني understand how this drug work in this disease. فال this is a basic science is very important to us وتقريبا هي اللي يعتمد عليها الاختبار ال R1 عشان يقدر ال resident إنه pass من R1 من R3 to R4 إنه لازم يجتاز ال part 1 وال part 1 mainly focus على ال basic science. طبعا هي هذه محاضرات تقدم من قبل ال residents usually R1 and R2 ودسكس مع الكونسلتنت وزي ما قلت هي اللي يعتمد عليها اختبار بارت 1. ايضا عندنا الادوكيشن ميتنج اللي هي زي الكونفرنس والوركشوب مثلها مثل بقيه التخصصات. طبعا انا ناقشت ار 1 معكم كيف تكون بالنسبه من ار 2 الى ار 4 تقريبا كلها يعني وي تريننج جنرال ديرماتولوجي بس انه كمان نشوف ديرماتوسيرجري نشوف ليزر نشوف فوتوثيرابي يعني ويوجوالي هذه كلها موجودة عندنا في عسير ريجن خصوصا في مستشفى عسير ويعني الريزيدنت يمر فيها ويتدرب عليها بشكل جدا كويس. أيضا بالنسبة للكلينيكال اكسبيرينس بالنسبة للجلدية يعني
We have usually اللي هو outpatient clinic وهذه هي اللي إحنا بالعادة نشتغل فيها وبالعادة نشوف and نواجه فيها الحالات. Also we have inpatient and consultation. The inpatients usually يكونون consultation يعني rare if we admitted يعني patients with us under our name يعني. بالنسبة للإنكول ديوتي بالنسبة للإنكول يعني كثير عنده فكرة إن إنكول الديرما إنه إنكول مريح وإن إنكول كفر من الهوم ومن هذه الأشياء. هذه كلها الأشياء يعني right but إحنا ما ننسى إن الدكتور اللي كفر الإنكول إنه خلال فترة الدوام الرسمي الأساسية يشوف جميع الكونسلتيشن كيس الموجودة في المستشفى يعني في شوف حالات جدا كثيرة يحتاج إنه يعالجها يتابعها خلال فترة إنكوله فاندورس لزميله اللي بعده فيعني اللي أبغى أوصله إن إنكول الديرما ما هو الإنكول المريح اللي يوجوال الريزيدنتس موجود في بالهم يعني أو يوجوال الانترن أو أي أحد يبغى يتخصص ديرما إن إنكول مريح وأكون في البيت أوكي يمكن وكفرت من البيت بس خلال ساعات الدوام لا أنت لازم تكون في المستشفى بعد كده يعني أوكي ممكن إنه ما تجيك ولا حالة أو يجيك حالة أو حالتين وتكون يعني بسيطة ولكن لا أحياناً they call you about some cases تكون life threatening يعني إحنا عندنا في الديرما في بعض الحالات اللي لما تكون emergency يعني يمكن خلال a few hours إذا ما شفت البيشنت managed diagnosis يعني تشخصها بدقة and اللي managed very well and very fast يمكن you lose your patients فيعني اللي أبغى أوصله إن الإنكول حق الديرما ما هو بالبساطة اللي كثير يعني يعتقدها لا هو إنكول في شغل وإنكول في life threatening case وأنا كأر تقريبا تو مر علي واحد من الأعياد أي كفر الإنكول أي face 3 cases of 10 يعني وهذه من الحالات اللي يمكن إن البيشنت أدميتد في الآي سي يو حتى في البيرن يونت ويمكن يعني يولوس البيشنت with hours يعني ف يعني أنا هذه الفكرة أتمنى توصل للجميع. بالنسبة للبروغرام روتيشن للبروغرام روتيشن يعني إحنا بالعادة في الجدية مو مثل بقية التخصصات في بعض التخصصات ممكن البيشنت سوري ممكن إن resident doctor need to go to Riyadh, go to outside يعني Saudi Arabia إنه rotations it's mandatory لأن في بعض الأشياء يعني not available here. لا عندنا في الديرما تقريبا يعني إذا أنت كنت في منطقة عسير ممكن تأخذ جميع الروتيشن هنا not mandatory إنك مثلا تروح الرياض تروح الجدة it's elective يعني بعض الأطباء حاب إنه يتعرف على sub specialty معينة ما هي موجودة في المنطقة يروح يطلع جدة يطلع الرياض يطلع الشرقية but in general ممكن ناخذ البروجرام روتيشن كلها في المنطقة يعني ما نحتاج ان نطلع برا يعني هذا الشيء يعتمد على الـ يعني الطبيب خلال سنوات الزمالة. بالنسبة للديرماتولوجي سب سبيشاليتي بالنسبة للفلوشيب أنا مو كثير يعني راح أناقش فيها بس اللي راح أذكره إنه عندنا كثير يعني فلوشيب عندنا الديرماتوباثولوجي الإميونو ديرماتولوجي بيدياتريك ديرماتولوجي السيرجري أن الديرماتولوجيكال أنكولوجي الأنكولوجي فلوشيب الليزر أند الكوتوني سيرجري أند إتسترا يعني عندنا سب سبيشاليتي في الديرما مرة كثيرة مرة مهمة المنطقة جدا يعني تقريبا يعني شبه معدومة إن فيها هذا التنوع في السب سبيشاليتي أغرب الأطباء والاستشاريين الموجودين عندنا جنرال ديرماتولوجي ف يعني إحنا نفتقر لهذا الشيء لكن ففي مجال جدا إن الواحد يختار سب سبيشاليتي معينة ويبحر فيها وفي وزي ما شفتوا متنوعة وما هي جاست كوزموتيك إنه أخلص الزمالة وأدخل فلوشيب كوزموتيك وخلاص لا عندنا تخصصات ثانية مهمة جدا وتحتاجها المنطقة وكمان سنوات الفلوشيب فيها ما هي كثيرة ممكن تكون من 1 to 2 years يعني. طيب بنجي على الأشياء اللي أنا أشوفها كثير يعني مهمة وكثير منكم لازم يسأل نفسه هذه الأسئلة
What do you know about dermal disease? أنا أشوف تقريباً من لما بديت يعني من الانترن في الديرما إنه we يعني almost know nothing about الديرما, zero. In our college in King Khaled University ممكن إحنا ما كثير يعني ناخذ محاضرات في الجلدية سواء كان في الميديسن يعني بلوك أو في البيدياتريك, لا تقريبا one lecture to two lecture يعني ونت يعني enough. فلما تبجي تتخصص كجلدية أو لما تيجي تبغى تعرف إيش يعني الجلدية أو أمراض الجلدية, فإحنا تقريبا ما نعرف حاجة إلا إذا الإنسان كان أو الشخص كان عنده الاهتمام من خلال سنوات الدراسة في الجامعة وكان ينزل كثير على عيادات الجلدية, كان كثير يحضر مؤتمرات كثيرة للجلدية, يحتك كثير بالكونسلتنت ويحضر كثير كلينك, ممكن أن يكسر هذا الحاجز ويتعرف يعني أكثر على الجلدية. لذلك إحنا نلاحظ أن تقريبا إحنا من لما نبدأ من R1 نبدأ بالأبزيرف and this how to describe the lesion يعني زي الـ ABC. فيعني هذا المشكلة عندنا تقريبا. أنا ما أدري عن بقية الجامعات, أنا سمعت أنا مثل جامعة الملك سعود عندهم بلوك خاص بالديرما, بس بالنسبة لأور كولج يعني كينغ خالد يونيفرسيتي يعني أحس أنها مقصرة من هذه الناحية. لذلك نحتاج إحنا أو الشخص اللي يبغى يتخصص كجلدية إنه يتعرف أكثر على الجلدية عن طريق إنه يكسر هذا الحاجز, يحاول إنه ينزل عيادات الجلدية, يحاول يأخذ روتيشنات, يحاول يعني يحضر كلينيك أتندنس كلينيك. وفي كثير من الاستشارين حتى في البرايفت من تجربة لي أنا ومن تجربة زميلات يعني متفهمين لهذا الموضوع وسبورت ذات. طيب how can I know if the dermal specialty is suitable for me؟ بالنسبة لهذا الجانب أنا أشوف إن أقدر أقول في كرايتيريا معينة يعني للديرماتولوجيست. الصراحة الديرما زي ما قلت لكم يمكن ما هي ضغط عمل كثير, ما هي يعني انكولات يعني الواحد ما ينام فيها, حالات OR كثيرة, لا الحمد لله ما هي يعني الشغل فيها تقريبا صعب جدا, ولكن هذا الجانب فعلا مريح. ولكن اللي غلب على هذا الجانب اللي هو القراءة. الجلدية تحتاج للدكتور اللي هي good reader, يعني احنا تقريبا نقرأ ونقرأ ونقرأ, وحتى الكونسلتنت يعني أنا ألاحظ عليهم يعني, ويمكن بعضكم إذا يعرف كونسلتنت إذا له ريلاتيف في البرنامج إلى يسألهم عن هذا الجو, حتى بعد الفلوشيب أنت تظل تقرأ وتقرأ وتظل أبديتت. فالكرايتيريا اللي مفروض تكون موجودة عند كل ديرما ريزيدنت أن يكون good reader, good observer, updated. يعني أنا ما يعني كمان كثير منكم يقدر يستفسر أو كثير منكم يعني يقدر يسأل أو خلال لما يأخذ مثلا روتيشن أو في الديرما راح يشوف إن إحنا تقريبا عندنا في الجورنال ويكلي وكل يوم نشوف نيو دراجز نيو يعني حتى بعض الديزيز تضاف لها انتيتي جديدة, تضاف لها كرايتيريا جديدة. فإحنا دائما أبديتد في الجلدية, دائما أبديتد يعني تقريبا يعني من أكثر التخصصات اللي تحتاج الواحد فيها إنه دائما يحدث معلوماته, النولج حقته لازم تكون مرة عالية, وهذا اللي تفرقه من طريق لطريق. يعني إحنا مو كلينيكال دكتور الصراحة, يعني في بعض التخصصات كلينيكال دكتور يعني إذا كان عنده سكيلز وشاطر في الأو آر شاطر يكون خلاص good doctor, وإنه يعني حيبدع في التخصص. لا إحنا كجلدية we need knowledge يعني هذا أهم شيء عندنا. فإذا الواحد كان عنده استعداد دائما يكون updated يقرأ يعني بعمق ويقرأ طيب أغلب وقته, أنا أنصحه يعني بالجلدية. إذا كان يحس هذا الموضوع شوية صعب معه فراح يكون يعني سنوات الزمالة عليه صعبة وجدا يعني, ويمكن هذا الشيء راح يخليه ما يحب التخصص. How to apply.
كيف أقدم على الجلدية؟ طبعاً الكل يعرف أن الجلدية هاي كومبيتيتيف تخصص، والكومبيتيشن فيه عالي، ويعني كثير من يعني من الأشخاص اللي عندهم سي في اي يعني كويس أو معدل عادي في الجامعة يرغبون في تخصص الجلدية. طبعاً لذلك الإنسان اللي حاب يتخصص جلدية البريبير حقه لازم ما يكون من سنوات الانترن، يعني هذه نصيحتي أنا، مفروض تكون قبل كذا. مع أن أنا ما أخفيكم علماً، تقريباً أنا من آخر سنة في الطب وسنوات الانترن يعني صارت رغبتي أنه أكون يعني أدخل برنامج الجلدية الزمالة. ولكن أنا أشوف إنه الإنسان خصوصاً مع الهاي كومبيتيشن اللي موجودة حالياً يكون بريبير من قبل، كيف لازم يركز على المعدل، يعني جداً مهم. السي في يبنيه يعني من حيث حضور مؤتمرات، من حيث أعمال تطوعية خاصة بالتخصص، علشان يبني السي في كويس، وعلشان حتى لما يقدم على الانترفيو يكون واضح أن هذا الشخص يعني توجهه واضح يعني ورغبته شديدة وقوية في التخصص. ليش طبعاً في الجلدية يحرصون على هذا الشيء؟ لأن زي ما قلت لكم هو تخصص صعب، هو تخصص يحتاج أن الإنسان يكون يعني هو لنجبل وصعب، ويحتاج أن الإنسان يقرأ فيه كثير، يعني أبديتت فيه كثير، يتعرض للضغط من مذاكرة وامتحانات كثيرة. فإذا الإنسان ما كان حاب التخصص مرة ومتمسك فيه مرة، يعني صعب إن هي يعني تكون شوية عسيرة على سنوات الريزدنسي. لذلك هم ينظرون لهذا الجانب، إنه يحبي يعني دائما في الانترفيو يحبون يشوفون إن هذا الشخص فعلا من زمان له رغبة وله طموح تخصص الجلدية. فزي ما قلت لكم الواحد يحتاج يبني نفسه من البداية. أيضا عندنا الركومنديشن اللي مرة مهمة، انك تحصل على ريكومنديشن من كونسلتنت معروفين كويسين، يعني دورنج الانترفيو لما تقدم وانت عندك يو ريكومند من كونسلتنت معين او استشاري معين، او انه هذا الشيء يعني يحتسب لك. يعني واحنا زي ما نعرف انه الكونسلتنت اللي موجودين في الجلديه يوجوالي نوت ريكومند اني ون، يعني صعب الواحد ياخذ من عندهم ريكومنديشن الا اذا شافوا فيه الشخص المناسب. طيب what about the money؟ أنا دائما إحنا يمكن أنا ما أعتقد إن كثير من اللي يفكر بالجلدية يفكر بهذا الجانب، يعني من يعني نظرتي أنا ومن نظرة كثير من زملائي ما يفكر بهذا الجانب، إنه الجلدية it's only money وإنه بس كوزموتيك ولا. بس ممكن أعتقد إن كثير من الأشخاص اللي يشوفون الإنسان حاب يتخصص جلدية إنه يعتقدون إن هذا تفكيره، إنه تفكيره جست يعني الـ 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 يعني المادي. لا، إذا كان على الكوزموتيك فأنا أشوف إنه كثير من التخصصات يعني عندنا حتى المكزيلو فيشيال، الأوفثال، الأنتي، البلاستيك سيرجري، all of this يعني دكتور once them doctor كان يعني attend يعني simple workshop حقت filler robotics و they get the skill وخلاص يعني يصيرون good cosmetic. بالعكس ممكن هم أفضل مننا إنهم يقدرون يسوون surgical intervention أكثر مننا وأفضل مننا حتى. فأنا أشوف إن الجانب المادي في الجلدية ما هو جدا كبير، بالعكس كثير تخصصات تقدر يعني تبحر فيه وتكون معانا مثلنا ويمكن حتى أفضل مننا. فأنا ما أتمنى يعني أنها تكون هذه الصورة أي شخص حاب جلدية تكون يعني من الأشياء اللي تهمه. يعني الحين إذا عند أي شخص أي طبعاً في الختام أبغى أقول لكم حاجة مهمة. طبعاً السكين اللي هي mirror of the body هو مراية الجسم، هو يعكس لنا كثير من الأمراض، كثير من المشاكل اللي ممكن الإنسان يعاني منها وتظهر لنا بداية في الجلد. كثير من المرضى يمكن يكون عنده underlying disease متصالح معه، ما عنده فيه أي مشكلة،
بس once إن starts اللي هو يصير عنده continuous manifestation يبدأ يكتئب، يبدأ يتضايق، يبدأ يزعل. يعني ممكن once إنه هذه المشكلة عالجها أو تغلب عليها خلاص إنه تحسه يعني يرجع نفسيته مرتاحة، يرجع متصالح مع مرضه، يرجع. فالسكن يعني أو الجلدية حاجة تخصص مرة جميل، تخصص مرة راح تشوف إنه لما you treat the patient وشفت نتيجة كويسة راح تشوف ال outcome حقك ورضا ال patient، يعني شيء يسعد وشيء يفرح. أيضا أبغى أقول إنه الجلدية أيضا ترى فيها كثير chronic illness، يعني ال patient يعني ما هي disease إنه أعالجه شهر شهرين ويمشي. هذه الصورة لازم توضح للطبيب، لازم توضح أيضا لل patient. أيضا في genetic disease كثير، ف احيانا يعني يكون اوت الكم حقها شويه غير مرضي، ويكون يعني الحالات اللي نشوفها شويه مؤسفه. ف يعني اتس ذير ما نات سمبل، يعني صراحه هو ماي سبيشاليتي انها مريحه، انا اشوفها بالعكس هي متجدده صعبه بس ممتعه. وانس انه انت حبيت التخصص رغبت فيه استمتعت فيه، بالعكس راح يكون شيء جميل. إذا عند أي أحد أي السؤال أنا رحب فيه. الله وشكرا لك. الله يعافيك. شكرا لك. إحنا فتحي مجال الأسئلة لمدة تقريبا دقيقتين، إذا أحد حاب يسأل عن طريق الشات. طيب، واحد من الأسئلة دكتور يقول هل في سيرفس في الجلدية؟ بالنسبة للسيرفس صراحة خلال هذه الفترة أنا يعني كثير سألوني عنه، سواء لأنهم يبغون يسرفسون بعدين يقدمون على البرنامج، أو لأن ما صار لهم قبول ومو حابين يروحون تخصص ثاني. للأسف الجلدية مو كثير في سيرفس للأسف صراحة. واحد لأنه يعني مشكلتنا أتوقع مشكلة إدارية من المديرية أو whatever، بس إنهم يشوفون يعني إنه ما هو من التخصصات اللي زي الميديسن والسيرجري يحتاج إنه يكون فيه سيرفس، معنى أنا أشوف هذا شيء غلط. ثاني حاجة لأن فيه عدد ريزيدنت يعني ما شاء الله وافي وكافي، بس أنا دائما أقول إن يعني حتى لو إن الشخص ما لقى سيرفس يعني يحاول في مناطق نائية إنه يكون يعني أو في مستشفيات حتى ما هي من المستشفيات اللي تكون فيها برامج، يعني يعني يسأل هنا في مستشفيات كثيرة، يعني في مناطق نائية فيها يعني يمكن في جيزان، في صبية، في أحد رفيدة، في فيها ديبارتمنت جلدية بس ما فيها برنامج. ممكن إن الواحد يروح هناك، يعني أنا أعرف زميلات لي قبل ما يفتح قبل ما يصير مستشفى الملك فهد فيه برنامج جلدية كانوا هناك سيرفس without يعني من غير برنامج. النورج اللي عندهم والحالات اللي كانوا يشوفونها والأشياء اللي مرت عليهم يمكن أحسن من الأطباء اللي موجودين في سنترات فيها برنامج. فإذا بالنسبة على السيرفس صراحة يعني إذا أنت تبغاها في مراكز موجودة فيها برامج يوجولي ما تكون موجودة، لكن إذا تبغاها في ديرماتولوجي ديبارتمنت في مستشفيات ثانية ما فيها برامج يمكن تلقاها. جميل. أحد الأسئلة دكتور يقول كيف ممكن أزيد فرص القبول، وفي حال ما أنقبل إيش ممكن يسوي عشان يزيد فرص قبوله في السنة اللي بعدها؟ بالنسبة لزيادة فرص القبول يعني أنا بعطيكم طبعا من تجارب زميلات لي. أنا إحدى الزميلات معايا الآن سبق قدمت على الجلدية أول ما تخرج خلصت من الإنتر، كان اختبارها يعني ما حصلت على الدرجة اللي تأهلها إنها تقدم على برنامج الجلدية. رجعت السنة الثانية اختبرت مرة ومرتين وثلاثة حتى يعني جابت هاي سكور ورفع من معدلها ومن فرصة قبولها. فأنت ممكن تعيد الاختبارات، يعني مو ممكن إنك من أول مرة أو من يعني أول يعني من بعد الانترن إنه
تنقبل في الجلدية، لا ممكن إذا ما حصلت على درجات عالية في اختبارات الهيئة كبداية ممكن تعيدها في السنة القادمة وتجيب هاي سكور، يعني هذا واحدة من الأشياء اللي بيساعدك. كمان يمكن خلال سنوات يعني خلال هذه السنوات إنك تسرفس جلدية، هذه من الأشياء اللي بتزيد فرص قبولك حتى في الانترفيو. يعني من ضمن الأشياء اللي تقولها أنا أنا كنت مسرفس سنة شو اسمه جلدية، هذه من الأشياء اللي بتزيد فرص قبولك. أيضا يمكن يعني توطيد علاقتك ببعض الاستشاريين، يعني إنهم يشوفون يعني حرصك ورغبتك في التخصص، هذه من الأشياء اللي بتزيد فرصك فرص قبولك. يعني تمام دكتور. كم عدد المقاعد الكلي للديرما في المملكة بشكل عام؟ صراحة هل في مقاعد معينة؟ أغلب المقاعد عندنا يعني كمنطقة عسير مو كثيرة، ممكن فقط مقعدين يعني في مستشفى عسير، مقعد في مستشفى القوات المسلحة، وفي منطقة جيزان تقريبا من مقعد إلى مقعدين مو أكثر. كمان المناطق الأخرى الصراحة لا، بالنسبة للمقاعد يعني يمكن عندنا في الرياض توصل 20 مقعد بس، إنه ماكسيمم الصراحة اللي هو منطقة الرياض 20 مقعد، أكثر من كذا ما في. يعني في المقاعد بالنسبة للقبول في الجلدية الصراحة إنها قليلة، لكنها يعني أنا دائما أقول إنه ما نحكم على كل سنة، يعني كل سنة يعني في بعض السنوات تتغير الصراحة، يعني هي ما هي قاعدة ثابتة، أحيانا تنكسر وفي بعض السنوات يزيدون عدد المقاعد، فما يعني الواحد ما يحاول إنه مو يعني كثير يحبط من هذه الناحية، لا يحاول وإن شاء الله من سنة لسنة جالسين يعني إحنا نشوف الموضوع يتحسن. يعني دام فانفتح عندنا برنامج هنا في جازان في المنطقة الجنوبية، فإن شاء الله إنها راح تزيد عدد المقاعد وتزيد الفرص.